الآن يمكننا عمل جلسة باستخدام قوائم الأسماء التي تم حفظها بالإكسل كما تم شرحها سابقا. من الإعدادات نختار بدء العرض التقديمي. من صندوق الحوار Participant List أقوم باختيار قائمة الأسماء التي تم حفظها سواء بالإكسل أو الطريقة الأولى التي تم شرحها. نقوم بتحديد مكان لحفظ النتائج. نعطيه اسما معينا. والآن يجب تحديد خيار اللوجن باي اي دي التي تسمح للطالب بالدخول للجلسة من خلال الاي دي الخاص به.